تعالوا بعد ما سيبنا الملف المحلي مؤقتا نروح نبدأ حلقتنا مع أهم عناوين الصحف العالمية في المحترف. نبدأ صحافتنا العالمية النهاردة، نبدأ في ماركا الأسبانية اللي ركزت على تصريحات البرازيلي ليوناردو، طبعا المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، حول كليان مبابي. كتبت الصحيفة: إذا أراد مبابي الرحيل فسيذهب، لكن عرض ريال مدريد لا يكفي. كما تحدثت عن قرعة، طبعا قرعة دوري أبطال أوروبا، وكتبت يمكن دوت طبعا عن مشوار او رحيل امبابي لريال مدريد، وكمان كتبت على طبعا قرعه الابطال اوروبا وتشيلسي ومانشستر سيتي. كمان اهتمت الصحيفه بتعاقد اتلتيكو مدريد مع اللاعب البرازيلي ماتيوس. اما صحيفه سبورت الاسبانيه ركزت طبعا على الحرب ما بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان مره ثانيه بشان طبعا امبابي، وكتبت حرب متسخه، يعني حرب متسخه. كان يعني ليوناردو كان بيقول ان في ديرتي وورك، في ان ريال مدريد بتشتغل بشكل مش بروفيشنال، من خلال بتتكلم مع اللاعب وبتتكلم وبتعرض وبتعمل ضغوط كبيره جدا على امبابي. تحدثت الصحيفه كمان عن برشلونه ومصير كوتينيو، كتبت الفرصة الأخيرة لكوتينيو، والصحيفة كمان اهتمت بقرعة دوري أبطال أوروبا، وكتبت برشلونة يحاول تجنب بايرن ميونخ وتشيلسي ومانشستر سيتي. اهتمت كمان بشكل مستقل على أليكس موريا، ده نجم برشلونة الشاب، وكتبت فلورنتينو بيريز يتخلى عن التعاقد مع أليكس. كلنا طبعا فاكرين يعني هم بيحبوا، أو برشلونة طبعا بعد الهزيمه من بايرن المباراه الكبيره 8، يعني كانوا بيتمنوا، وده اللي هنشوفه من خلال يمكن بعد الفقره ديت، هنشوف بالكامل يمكن فقره خاصه عن قرعه بطوله اوروبا الشامبيونز ليج. نروح لدوبورتيفو الاسبانيه، ركزت على اخبار برشلونه ومستقبل عدد من اللاعبين زي ما بقول لحضراتكم. سوما الاوميتيتي بيتكلم على كوتينيو طبعا، والبوسني مدير مريال بلياش، وطبعا الشاب اليكس. كتبت الصحيفه مواضع مثيره او بتتكلم على بعض انتقالات اللعيبه بشكل او باخر، كما تحدثت طبعا عن مطلب باريس سان جيرمان بشان امبيبي، وكتبت باريس سان جيرمان يطلب اكثر. يعني باريس سان جيرمان طبعا زي ما قلت لحضراتكم بيطلب حوالي 220 مليون يورو للاستغناء عن امبابي. الصحيفه اهتمت كمان بتصريح بيب جارديولا مدرب المان سيتي، وكتبت: جارديولا يرغب في تدريب المنتخب الاسباني. ده طبعا كمان من اهتمامات الصحيفه، ان يمكن جارديولا بيطلب، او بعض الرومرز او بعض الناس بيقولوا ان جارديولا مرشح، او هو نفسه، او هو دلوقتي جه الوقت انه يدرب المنتخب الاسباني. طيب من صحف اسبانيا نروح لانجلترا، تحديدا صحيفه الميرور يمكن ركزت على مستقبل هاري كين طبعا برفقه توتنهام، والمدرب الاسباني بيب جارديولا برفقه طبعا المان سيتي، وكتبت: هاري كين سابقى وجارديولا سارحل. يعني اهتمت الجريده كمان بتاهل الارسنال للدور القادم من كاس رابطه المحترفين على حساب ويست بروميتش بعد الفوز طبعا بنتيجه كبيره 6-0. نروح من انجلترا لايطاليا، وتحديدا جريده كوري دي سبورت اللي ركزت على مستقبل طبعا النجمين امبابي في باريس سان جيرمان وكريستيانو رونالدو في اليوفنتوس، وكتبت: 215 مليون يورو من اجل امبابي وكريستيانو رونالدو بالمجان. اهتمت كمان الصحيفه بانتقال كوريا طبعا للميلان، وكتبت: كوريا في ميلان، وبالفعل طبعا وهو في الميدان اليوم مع فريق الميلان. الصحيفة اهتمت كمان بلقاء روما وترابزون سبورت، وكتبت: مورينيو مع روما الحقيقي. طبعا هذه المباراة في طبعا الكونفرنس كاب الموجودة حاليا، بطولة جديدة على المستوى الأوروبي. توتو سبورت الإيطالية كمان ركزت على مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في اليوفنتوس، وكتبت: هذا هو عرض المان سيتي. كما اهتمت طبعا الصحيفة برفض السماح للاعبين بالتواجد برفقة المنتخبات او منتخبات بلادهم،
وكتبت لا للاعبين للمنتخبات. الصحيفه اهتمت طبعا كمان باللقاء زي ما بقول لحضراتكم روما وترابزون سبورت في الدوري الفاصل للتاهل لدوري المجموعات بطبعا منافسه الدوري الاوروبي. كتبت كمان روما لا وقت للمزاح. طبعا روما بقياده طبعا مورينيو عندهم امال كبيره جدا في تحقيق نتائج طيبه والحصول على السيريا. الصحف في فرنسا تحديدا لكيب الفرنسيه ركزت الصحيفه على تصريحات ليوناردو زي ما بقول لحضراتكم المدير الرياضي لباريس سان جيرمان بشان مستقبل اللاعب الفرنسي امبابي، وكتبت باريس سان جيرمان استسلم وعلامه استفهام. كما تحدثت طبعا عن اقصاء موناكو من الدوري الفاصل او الدور الفاصل للتاهل للتشامبيونز ليج لدور المجموعات على يد طبعا شختار دونيستيك والاوكراني، وكتبت فقط الندم، طبعا الندم لعدم وصول موناكو لدور المجموعات في التشامبيونز ليج. اهتمت كمان بلقاء نيس مع بوردو في الدوري الفرنسي، وكتبت نيس وبوردو دون جماهير. زي ما بقول لحضراتكم هو كل الصحف العالميه او كل الاخبار بتدور حوالين انتقال مبابي من باريس سان جيرمان الى ريال مدريد. اعتقد الامور دلوقتي بعد العرض الفرنسي او عرض ريال باريس سان جيرمان لمبلغ 250 مليون يورو لانتقال لمبابي او عرضه للبيع، اعتقد هي بتقول للناس محدش خلاص مبابي مش للبيع موجود معانا، واللي عايز يدفع 250 مليون يورو اهلا بيه وسهلا. لكن اعتقد ريال مدريد كان عنده امال كبيره جدا جدا في امبابي، وخاصه ان معروف ان امبابي طبعا كان من عشاق كريستيانو رونالدو، من عشاق ريال مدريد ومن الفان الكبار جدا لريال مدريد، وكان من حلم حياته وهو صغير انه يتواجد في صفوف ريال مدريد. لكن اعتقد السنه دي الامور مش هتكون في حسابات باريس سان جيرمان.